مجموعة من الإخوة العراقيين إلى أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية دخول غير شرعي، مستعينين بأفراد يعملون كشبكات تهريب والتجار بالبشر. الهدف هو المرور عبر المثلث العراقي الإيراني التركي لتجاوز هذا الشريط، ثم الانتقال إلى نقاط جغرافية أخرى من خلال هذه الجماعات من شبكات تهريب والتجار البشر. تم إبلاغ سفارة جمهورية العراق بهذه الواقعة، وبالتحديد الواقعة التي تتلخص بتسريب تعذيب يومي لأفراد عراقيين يتعرضون إلى التعذيب. ألفت العناية إلى أن هذا المقطع الفيديوي ليس فريدا ووحيدا من نوعه، سبقته العشرات من المواقف المشابهة، وربما تتلوه العشرات من المواقف، لأن الدخول إلى أراضي أي دولة بشكل غير شرعي وعبر المنافذ غير الشرعية يعرض هؤلاء الأفراد للمسائلة القانونية. شبكات تهريب والتجار البشر استقطبت أعداد كبيرة من العراقيين طالبين اللجوء الذين يذهبون إلى مناطق شمال العراق، ثم يستعينون بهذه الشبكات من أجل أن يمروا إلى نقاط جغرافية بشكل غير شرعي. طيب. إذن المسألة تتعلق بشبكات تهريب والتجار البشر، أستاذ تتعلق بدخول غير شرعي. أستاذ أحمد.